السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. صح رمضان لكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. حبيت اليوم ندير لكم الفيديو اللي عام كامل لي فانز اللي عم نشوفوه في المسلسل الصحابي حبسوا علي، وهنا اللحظة اللي يعترف بها حسام اللي سارة بنته، وباللي كما قلت لكم في الفيديو نتاع البارح باللي فريدة راهي رايحة تموت وهي يقتلها عبد الله، كيماش عبد الله هو اللي يقتلها على جال اللي كان تورط هو وياها وهددها باللي تعطي له حقه في الورث وسينو يقتلها. ملا حسان كي يعرف باللي سارة بنته يروح ليها يسيب روح الفريدة تستطيع فرانسوا تسيبها ميتة، وبعد يروح سارة يعترف لابو سارة بستوار يعترف باللي هو بنته، وحسن يقلب 180 درجة كي يعرف باللي سارة بنته، كيما نعرفو باللي هو يحب يكون عنده ذراري والحلم تاعو يكون عنده طفل، وهذا هو السر ملي شفنا في الجينيريك باللي حسن يرفض الطفلة في يده ونحوها له، حتى الطفلة هي سارة ونحتها له فريدة، ما حبش تقول له باللي عنده طفلة كي كانت حامل منه. بونجور سارة مصطفاوي، كيفاه سارة مصطفاوي؟ عجبو هذا الفيديو ماذا بكم تكليكو ابوني على لاشين وديروا لايك لهذا الفيديو، وميرسي بوكو على كامل عم تبعوا فيا. باي، سعفتو.